السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض الدورة بتاعتي. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الأوزان كويسة جدا. الناس اللي طلبت يا جماعة الوزن إن شاء الله يا جماعة بإذن الله فعلا والله يعني أنا هحاول إن أنا أوزن لكم. يعني أنا مش هعدي الدورة إلا إذا وزنت على أساس إن هي تطمن على الأوزان بتاعتها. فبإذن الله الموضوع في بالي يعني. بس والله فعلا اللي حيشنا عن الوزن خالص ان الميزان مش متظبط. فان شاء الله انا هحاول ان انا اظبطه وباذن الله هوزن لكم برده على اساس ان انتوا تعرفوا اللي الدوره عندكم ماشيه كويسه ولا لا. يلا كده يا جماعه بقى نسمي الله ونحط لايك للفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان ان شاء الله ناس كتير تستفاد من الوصفه اللي احنا ان شاء الله هنعملها النهارده. مبدئيا يعني كده زي ما انتم شايفين ان شاء الله يا جماعه انا النهارده زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان احنا النهارده باذن الله هنجيب النامي الخشن، قصدي النامي الخشن. انا كنت يعني في الحلقه اللي فاتت كان اخر حلقه اللي انا كنت احط فيها النامي المفتت، وانا وريت لكم وقلت لكم يا جماعه انا بحط النامي المفتت ليه؟ علشان الفرخ بيبقى طبعا لسه يعني ايه صغير، بحاول ان انا اعلمه ان هو ياكل، بغير له العلف اي نعم من عمر 16 يوم، وبعلمه ان هو ياكل ما يصومش على الاكل، لان هو لو كل العلف الخشن اللي انتم شايفينه معايا ده اهوت، انا جايبه برده منه علشان تشوفوه، لو كل من العلف الخشن ده اهو طبعا مش هيقدر ان هو ياكله، لان هو اصلا هيلاقي حاجه خشنه مش هيقدر ان هو ياكل. فبحاول ان انا اعوده على الاكل، فبجيب له اللي هو ايه النمل المفتت. اما خلاص دلوقتي بسم الله ما شاء الله الفرخ بدا ان هو يكبر بقى معايا وبقى حجمه حلو. انا النهارده جبت له النمل الخشن اللي انتم شايفينه ده طبعا يا جماعه ان انا همشي عليه لغايه اخر الدوره ان شاء الله. تمام، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني حتى يعني الناس لو لاحظت بقى معايا تبص تلاقي الفراخ النهارده بصوا يعني هي ما شاء الله الاحجام بتاعتها ما شاء الله كويسه جدا، وبدات ان هي ايه يعني يوم عن يوم ان هي بتزيد، وبدات ان هي ما شاء الله يعني تقفل بقى كده بالريش. هي طبعا مش هتقفل دلوقتي لان الفرخ دوت عريان من النوع اللي هو يشيل. شايفين عامل ازاي؟ ده طبعا يا جماعه يعني ايه نوع لسه هيشيل، فمحدش يفرح بالفرخ ان هو قفل بدري ولا كده. زي الفرخ ده مثلا هو في انواع الفرخ العريان دوت، ده طبعا اعرف ان هو هيزيد عندك. شايفين الفرخ اللي نايم دوت اهو، ده طبعا يا جماعه لسه عريان اهو، ده طبعا الريشه الصفراء لسه في دماغه اهي اهي ده كده الريشه الصفراء. اعرف ان الفرخ ده بسم الله ما شاء الله هيشيل معاك وزن كبير جدا، فمحدش يزعل لما يلاقي مثلا الفرخ بتاعه لسه يعني ما كساش بالريش، لا اعرف ان الفرخ ده كويس. اما الفرخ اللي هو بيكسي بدري دوت فالوزن بتاعه يعني ايه يعني هو هيديك وزن حلو بس مش هيبقى زي الوزن اللي انت شايفينه ده. النهارده انا عامله يعني وصفه برده حلوه قوي ان شاء الله، الوصفه دي هتبقى كويسه جدا لكل المشاكل المعويه والاسهالات، وهتبقى حلوه برده يا جماعه للخفاش والطشم والعطس. عملتها النهارده لان معظم الناس يا جماعه اما بتيجي بتسال على الحاجات ديت. الفراخ عندي بتشم، الفراخ عندي بتعطس، الفراخ عندي بتخفش بصدرها، كل الحاجات ان شاء الله. النهارده انا عامله لهم وصفه كويسه جدا. النهارده يا جماعه هتشوفوها الوصفه اللي انا عاملاها وصفه حلوه قوي ان شاء الله. لو احنا داومنا عليها، لو الفراخ عندنا تعبانه هنعملها لهم كده 3 مرات ورا بعض، لو الفراخ عندي سليمه هنعملها مره واحده بس كوقائي، هتبقى حلوه وزي الفل. تمام، ان شاء الله هتجربوها معايا، وبلاش ان احنا نحط ادويه كتير. الادويه كتر الادويه يا جماعه للفرخ مش مستحب. انا عايزه امشي الدوره بتاعتي على حاجات طبيعيه بالنسبه للفرخ، على اساس ان هي يعني كل الحاجات الطبيعيه اللي انا بديها للفرخ بتفرق في طعم الفرخ كمان. يعني لما بتيجي تذبحي الفرخه وانت بتدي لها مثلا خلطات من اللي احنا بنعملها كده حاجات طبيعيه، بتبقى ما شاء الله نفسها جميل جدا. اما الناس اللي هي دايما على طول بتحط رقاها على العلاج، اي شويه اسهال اجري اجيب علاج، اي شويه كحه واي شويه طشمه اجري اجيب علاج وادي مضادات حيويه، خدوا بالكم كل الحاجات دي يا جماعه مش مستحبه. ليه؟ لان الحاجات دي الكتره بتعمل مناعه عند الفرخ، وكمان اما بتيجي مثلا بتطبخ الفرخه ولا حاجه بتبص تلاقي طعمها مش مستحب. فاحنا على طول دايما يعني احنا بقى ماسكين الخلطات، الخلطات بتبقى حلوه او لزياده الوزن وبتبقى كويسه جدا، بترفع المناعه بتاعتهم وبتبقى حلوه برده يعني علاجيه في نفس الوقت. طيب تعالوا بقى علشان ما نطولش عليكم هقول لكم هنعمل ايه. هنعمل بقى الفراخ الاول علشان هم قدامهم العلف اهوت، انا ما بشيلوش يا جماعه العلف قدام الفرخ ليل ونهار، لان ده طبعا فرخ تسمين،
ما ينفعش ان انا اصومه او اجوعه او ان انا اوفر طاقه ولا حاجه واقول لا يعني اشيلها. لا، هو مش فرخه عشان يبيض عندي فرخ بلدي، لا ده فرخ تسمين، انا عايزاه يشيل معايا وزن علشان يعني اذا كنت هبيعه اقدر ابيعه بسعر كويس او يجيب معايا وزن كويس. اما الفرخ اللي هو بتاع البيض يا جماعه، البيض ده بنقدر ان احنا نضحك عليه بشويه علف او شويه دش او شويه عيش، وممكن نديله طاقه اي وطاقه لا، لانه فرخ بيض، انما ده فرخ تسمين. فلازم على طول دايما باستمرار الاكل يكون قدامه للنهار. ده طبعا يختلف عن الشتاء، ممكن حد يقول لي طب ما انت مش ما بتقولي بنريح الاكل ساعه قدامهم الظهريه، الكلام ده يا جماعه في الصيف، انما دلوقتي احنا خلاص كل سنه طيبين، احنا بقينا في الشتاء. الشتاء خلاف الصيف، الشتاء بنسيب الاكل قدامه للنهار. تعالى بقى يلا كده نعرفهم، نحط لهم بقى الاكل يفضل قدامهم طول الليل وطول النهار زي ما انتم شايفين كده. يا جماعه الخلطه ديت انا عملتها، بس انا ما صورتش المقطع بصراحه. الخلطه دي عباره عن زنجبيل فريش قطعه كده، ومعاها ليمونتين، ومعاهم نص معلقه من القرفه. ده كويسه جدا طبعا للمشاكل المعويه والتنفسيه وجميع المشاكل بقى بتاع البرد. طب هناخد منها قد ايه؟ انا عامله يعني حوالي معلقتين كبار. ده يا جماعه حوالي معلقتين كبار، حطيتهم في برطمان كده زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده كده، على اساس ان انا احطهم في الثلاجه عندي. هناخد منهم ده طبعا معايا الوعية دي بتاخد حوالي 4 لتر مية زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده كده يا جماعة هناخد معلقة زي ديت على 4 لتر مية، معلقة ماسح مش هكتر ولا حاجة. هنحطها للفراخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اما الباقي بقى اللي معايا طبعا يكفيني يجي 3 ايام زي ما انتم شايفين اهوت، الكميه دي كلها تتكفي يجي 3 ايام. حطها في الثلاجه، كل يوم هناخد منها معلقه مسح بس، مش هنكتر منها ولا حاجه علشان ايه يعني فيها زنجبيل كتير. ده كده يا جماعه حطيناهم الاكل وحطيناهم الميه. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.